اخوتك من تمشى ما بينا ما علينا توصلنا لواحد البلاصه بحال مصر. ها انتم ها انتم اخو رانا في مصر اولا مسائل مصر. صافي العشيه نجيبوها في شارب الشيخ. صباح الخير عليكم شتي العشره كراكو دايرين بخير؟ صباح الخير انا يا اخوتي المهم البارح رانا عيينا بزاف 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 غيت عشينا ناسنا طحنا بالكا وما قديناش كان داك كاع داك العيا ولا علينا صبحنا رانا دايرين البريرين خبز نتاعنا المسائل باش غادي نفطرو هاديك لاطونت نتاعنا ليها شويه غادي غير نفطرو باش نعطيو شويه نتاع الانرجي نوليو اكتيف باش غادي نمشيو نبارطاجيو معاكم مدينه وارزازات المآثر اللي كاينه اي حاجه كاينه غادي نبارطاجيوها معاكم هاد النهار هذا وغادي نوليو عاوتاني باش نمونطيو شي فيديوهات ونرتاحو باش غدا ان شاء الله نديرو الانطلاقه لمدينه اخرى هادشي اللي كاين الى كتاب يلا اخوتي نفطروا وبقوا معنا حتى التالي واللي مازال ما تابونا اخوتي هبط دابا يتابونا دروك 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 نوصلوا 6000 ابوني راه ما بقناش ليها بزاف ونقدروا نكونوا وصلناها في لي فلوغ اللي قبل لحقاش هذا الفلوغ هذا راه روطا وصلنا 6000 ابوني نوصلوا 7000 خصنا نوصلوا ان شاء الله 10000 ابوني نبغيكم كاع تبارطاجيو اخوتي كاينه شي حاجه لي سبيسيال راه جايه واحد المغامره اللي بزاف رانا نخدموا عليها يلا اخوتي بقاو معنا ما تنساوش اللايك البارطاج سبسكرايب او شرا انتم رانا جينا هنايا المتحف السينما تاع ورزازات هذا هو ندخلوا نبارطاجيو معكم اي حاجه كاينه هنا غير نبارطاجيوها معكم هذا المتحف على ما اخوتي والله هذا المتحف تاع السينما راه معروف هنا المهم بارطاجيو بعدا الباب قبل ما ندخلوا مهم راه الداخل كاين ما نعرف انتم اخوتي داك الشيء تاع فراعنة وكدا ابو الهول وكاين الفوق واحد التمشيه حتى هي تاع الفراعنة كاين عاوتاني من هنايا وهنايا ها هو المتحف السينما تاع ورزازات غادي ندخلوا لداخل غادي نبارطاجيو معاكم كاع اللي كاين ليها كاين واحد لا تمشيات يا سلام راني خليت منكم السينما حتى هما غادي نشوفوا واش نخلصوا واش كاين باش ندخلوا ان شاء الله المهم اخوتي حنا باش غادي ندخل لهذا الاستوديو هذا المتحف هذا كتخلص واحد التذكره نتاع 30 درهم للبيرسون يعني انا وطه كاينين زوج تجينا 60 درهم ها هي اخوتي انت السادي صافي غادي تدخل تشوف شي حاجه اللي بزاف داكشي يا سلام من هنا راه يبان او ما كيعطيونا هاد لي تيكي هاد لي تيكي هما باش غادي تدخل لهذا الاخر يلا ندخلوا بارطاجيو داكشي اللي شكرا انتم اخوتي مع الدخول بغيت نبين لكم وجهي انايا باش تشوفوا داك الشيء ياسر ها انتم كتلقاو هاد التمثال هذا مع الدخله كتزيد هنايا ها هما المدافع داك الشيء ديال الفراعين العامس ها انتم ها انتم اخوتي شي كامل غادي نخليه لكم في السينيماتيك هو السيلون ديالك هاد الشيء راه انا عجبك من تشوفو من بعيد راه يبان لك حديد نتاع بصح ها انتم اخوتي العصر الحجري يا خوتي والله العصر الحجري انت واش شي غير مكسوم شي سبيسيال سبيسيال بلا سبيسيال بحال تحس براسك راك في مصر ولا ملي تدخل انت تشوف هاد وغادي نديرك دور لهم تشوف هنا هادو ها انتم ديرك تجيك كاع هذا عبد الرحمن مول كران نتاع مصر السلام عليكم خوتي قررنا اننا غادي نكملوا الفلوق في اوروبا ان شاء الله يلا مشينا ايوب يلا اخويا طلع طلع اخوتي فين بغيونا فين تمشيو اخوتي حتى تشوفوا معنا واقيلا فين اخوتي الوجهه تركبوا يلا اوروبا 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 طلب كلمه طلب طلب كلمه هاد الشيء اخوتي عالم والله الا شي حاجه بزاف ها انتم عاوتاني هنا شي حاجه تستاهل 30 درهم يعني راه 30 درهم قليله في حق والله الا شي حاجه يا سلام حنا في الاول قلنا 30 درهم بقينا نقولوا هذا كيفاش ودرك والله الا قلنا حاني كل ما طاوش كاين هنا المسائل اللي كاين كنت واش غادي نقول لكم انا لي زفاراي القدام انا كاين لي زفاراي القدام اللي كنخدمو بهم روح بحال هادي الكاميرا كاميرا عالمية واعرة المهم كاين هنا زفاراي وتجيني لهنايا كنا داير فيها بحال زعما انا هما كتلقى البلاصة نتاع لي زفاراي شوخ هنايا هنايا لي كوليس نتاع الملابس هانتو داكشي اللي كتشوفو في الافلام وكدا راه داكشي يا سلام شوف الملابس ديال الرومان داكشي ديال الجلادياتور وكدا شاخ
راهم دايرين هما هاد السلسله هنايا باش ما تقدرش تفوت لعندهم ليها راك عارف باش ما يخربوش هاد المتحف هذا راه كل بلاصه فيها ديكور نتاع واحد الفيلم وهاد الديكور هذا اللي دخلنا له شي حاجه سبيسيال نوريكم هذه انتو شو هادي كي دايره انا شتو اخوتي هذا هنا فيلم ديكور يستعمل في فيلم على الدين زوج بارتي الزوج شي حاجة يا سهل شو هاد الوجوه هادو هنا انتم اخوتي انتم اي بلاصة رانا كندخلوها كنبارطاجيوها معاكم دقة دقة باش تستافدو نحمسوكم تجيو لهاد البلاصة هادي شي حاجة اللي واعرة هاد البلاصة هادي اللي رانا فيها فيها بزاف نتاع العرابة نتاع الفراعنة غادي كاع نبارطاجيوها معاكم كاينين هاد العرابة هادي هذا عربة الفراعنة واه كاين هاد العرابة هادي كاين هاد العرابة عام تاني كاين هاي كاين هادو اللي كانوا يديرو لهم العود المساجين وكيوقف هنايا وكيديروا العود هنايا وبقى امرش انا فالهراج وغادي ندخلوا هنايا الغرفة ديال الاسياء نتاع مرات فرعون هاي الغرفة نتاعها هذه الغرفة نتاع اسياء هنايا كانت مكليشة عاوتاني متكليشة والله الا متكليشة هنا هانتوما هنايا البلاصة نتاع حقي كانت كتنعس المهم رحنا سالينا من هذا المتحف هذا ورحنا خارجين دابا غادي نمشيو نشوفوا دابا واحد القصبة سميتها واحد التوريات شي دقيقه يا خريب هاوك المتحف فين راه اونفاسليك قلت لك هذه القصبة هذه اللي معروفه قصبة التوريات هنايا كتدخلها ب 20 درهم بدي خاصها التوريات بعدا حنايا ما بغيناش ندخلوها ب 20 درهم لحقاش غادي تدخل قال لك ما كاين غير اثار قديم غادي ندخل نبارطاجي اثار قديم وهو ها هو اصلا راه كيبان كامل او غير من هنا عاطيك المنظر بينا ما علينا توصلنا لواحد البلاصه بحال مصر ها انتم اخو رانا في مصر هاول ها مسائل مصر صافي العشيه نجيبوها في شرم الشيخ ما فين التكلات خوتي هذا غادي هذا خوتي هذا غادي نديروا لكم برانك غادي نديروا لكم عنوان فيه باللي بحال رانا وصلنا لمصر وكذا ونديروا لكم باللي راه غير ورزازات هذه البلاصه نتاع السينما هذه المهم اخوتي كنا جايين ما بينا ما علينا يا اختي يا اختي قال لك خلصي 80 درهم 80 درهم ودخلي تشوفي يا اختي وقلنا له احنا ما عندناش يا اختي قلت له احنا غادي نصور دابا ضربنا داك الشيء غير بالخف من برا يا اختي الغالب الله اختي ندخل انا نشوف القزادر ب 80 درهم هيا بينا اخويا يلا نمشي المهم بعد ما سالينا هذاك الاستوديو اللي عامل وصلنا تما ما خلاوناش ندخلو رحنا شادين الطوبيس باش ناخذو للمدينه تقدينا جبنا واحد شويه نتاع الخضره وغادي نمشيو نشوفو ديو شويه ديال الباب ديو من هنا بعد شويه نتاع الباب وغادي نديو الخبز لحقاش ما راناش مغديين السلام عليكم ما راحناش مغديين وخصنا نوجدو عاوتاني سحورنا الا كان غدا ان شاء الله لا رمضان لحقاش غدا اصلا حنا رانا محركين غادي نمشيو اوتو ستوب حتى لمراكش وخص بنادم يصبح اون فورم انا فالله راج حان وقت الغسيل قصينا مهم شخنا درنا واحد لومبيونس شحال حنا نهضرو ورانا جينا هنا رانا غسلو حويجاتنا راكو عارفين كما استغلوش هاد لوكازيون هادي كلشي موفر لنا راه ما غاديش غادي نبقاو مسخين راه عندنا شي حويجات راكو عارفين معنا غادي تكون تريبي راه التراب وكثر الحاجه البيضاء ها نشوف انا تقريبا الحوايج البويض هما اللي عندي مسخين
غادي ندير لهم واحد السله هذيك هي واحد الصويبين جبتو لي الوالده كانت صفاتو معايا الله يخليك لينا. يلا اخوتي نكملوا هاد التصبينه هادي ما كاينين فرق وحبيبي قرب. مشينا تقضينا واحد جوج شرطات داكشي. يا سلام اخوتي 40 الحياه الليليه نتاع شفنا الحياه الليليه نتاع ورزازات. مشينا المهم لواحد الساحه ما عقلتش على سميتها. المهم فيها حركه الرواج كاين كلش. المهم السوق السونتر ديالهم جوج شرطات 30 درهم بجوج. يا 30 درهم بجوج. هذاك حتى نوريكم الشرطات كي دايرين. والله الا شي حاجه زوين يلاه ما بقاش فرصه مناسبه. ولد القياس سحبل بلناها اخوتي. واش هي كانت روينه وكانت صداع بزاف. داكشي علاش ما خديناش البلوغ. خديناش البلوغ لكم ديك الساعه على راحتنا. دروك اخوتي غادي نمشيو للكومبينغ نريحوا نرتاحوا شويه نتعشاو وابري غدا ان شاء الله نطلعوا مراكش نكملوا البلوغ ديالنا الى كتاب. صافي اخوتي يلاه بيس حياه سعيده.